النادي الاهلي ده بيتنا، في اي مكان انت بتشتغل انت في النهايه بتشتغل في النادي الاهلي، وده شرف لاي حد، ويعني مش عايز اقول لك اي حد يتمنى ان يبقى موجود في النادي الاهلي. فانا في 2004 في البراعم، في 99، في 2000، كلها واحد، احنا بنشتغل وبنجتهد للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله نعمل حاجه كويسه. وزي ما قلت لك كل فرق النادي الاهلي بخير وكلها لعيبه كويسه، وان شاء الله احنا يعني عايزين نطور وعايزين نأدي اداء كويس السنه دي، ان احنا باذن الله نحسن الفرق السنه الجايه وتبقى حاجه كويسه ان شاء الله.